نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا محمد الغيثي: أهم ركائز السلام والاستقرار الدائم تتمثل في الاستجابة لتطلعات الشعب الجنوبي وحقهم المشروع في استعادة دولتهم. السلطة المحلية بحضرموت تعقد اجتماعا موسع لمناقشة تنفيذ قرار إيقاف تصدير الأسماك إلى خارج البلاد وسبل توفيرها للمواطنين. ولقاء بالمكلا يبحث سير الدراسة بجامعة حضرموت وآلية تنفيذ برامج التطوير والتأهيل لها.